على التصرفات الأخيرة التي قام بها نظام المخزن في محاولة منه لضرب الوحدة الوطنية للجزائر. قال السيناتور بمجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم أن المغرب قد تجاوز كل الخطوط الحمراء، أين قال أن نظام المخزن يلعب بالنار لكن هذه المرة سيحترق فيها، مضيفا أن استدعاء سفيرنا ضروري ومغادرة السفير المغربي يجب أن تكون اليوم قبل الغد على اعتبار أن ضرب وحدة الأمة الجزائرية خط أحمر. بن زعيم قال أنه لا مجال للمقارنة بين النظام الجمهوري في الجزائر ونظام ملكي في المغرب قائم على تجارة المخدرات، وبالتالي فإنه لا بد من فضح ممارسات هذا النظام المخزني الفاسد. بن زعيم ختم كلامه بالقول أن الجيش الجزائري يستطيع التدخل في المغرب، كما وذهب إلى أبعد من ذلك حين أكد أن جيشنا الوطني يستطيع الإطاحة بنظامه الملكي الفاسد وإقامة نظام جمهوري هناك. وكان سياسيون قد اعتبروا تصرف المخزن بمثابة إعلان حرب ضد الجزائر، وأن الجيش الوطني الشعبي أصبح مطالبا اليوم بالتدخل ضد المغرب باكتساحه واقتلاع هذا النظام من جذوره.